بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية ولنا وقفة مع هاد الصفحة الإلكترونية كما نرى عندنا غوتور سور لي ديز ايفينمون كي هما كي لاني 2019 اون بيكاردي. غوتور سور لي ديز ايفينمون كي هما كي لاني 2019 اون بيكاردي. إذن غوتور سور لي ديز ايفينمون كي هما كي لاني 2019 اون بيكاردي. عودة كما لو نقول على الحوادث العشر كي هما كي التي طبعت لاني 2019 اون بيكاردي، التي طبعت عام 2019 في بيكاردي. طبعا بيكاردي كما نرى هي اون ريجيون دي نور دو لا فرانس، اذا نتكلم عن جهه في شمال فرنسا. سي توندون، سي توندون يعني ان ممتده، سي توندون دي نور ممتده من الشمال دو لا بونليو باريزيان، من منطقه تسمى بونليو الباريزية دي فين دو لا شامبان. طبعا كلمة فين تعني الكروم، كلمة فين تعني الكروم، تنتكلموا على الدالية، الدالية ديال العنب تتسمى فين. هنا طبعا نتكلم عن دي فين دو لا شامبان، اي دي فين دو لا شامبان وكروم شامبانيا. هنا كما تنشوفوا عندنا سي ماجيسكول، اذا تنعنوا بها منطقة تسمى منطقة شامبانيا. هاد منطقة شامبانيا، منطقة شامبانيا معروفة بإنتاج لو شامبان. طبعا كلمة شامبان تعني في بلون موسو كولون بريبار أون شامبان. إذا في بلون نتكلم عن نبيد أبيض، في بلون نبيد أبيض، نتكلم عن خمر أبيض، موسو يعني أنه فيه رغوة، نتكلم عن لاموس، لاموس يعني الرغوة. كولون بريبار الذي نجهزه، المقصود أنه يجهز أو يحضر أو شامبان، يحضر بمنطقة شامبانيا. كلمة شامبان تعني النبيد، إذا نتكلم عن فاب لاموسو كولون بريبار أون شامبان. ثم كلمة شامبان ماجيسكول عندما تكون مكتوبة بالسي ماجيسكول، إذا هاد شامبان تعني شامبانيا، تعني منطقة معروفة بصناعة هاد النوع من الخمور. إذا نتكلم هنا عن لا بيكارد est une région du nord de la France s'étendant. إذا كلمة بيكارد هي واحد الجهة من شمال فرنسا، s'étendant يعني أنها ممتدة du nord de la banlieue، يعني أنها ممتدة من شمال منطقة تسمى banlieue parisienne، banlieue parisienne et des vignes de la Champagne، ثم أنها تنطلق من شمال منطقة شامبانيا كما لو نقول au plage de la baie de Somme au bord de la Manche. Au plage de la baie, إلى شواطئ خليج، خليج ماذا؟ خليج صوم، خليج منطقة تسمى صوم. Au bord de la Manche. Au bord de la Manche المقصود به على حافة، على حافة لا مانش. طبعا لا مانش est un département français de la région Normandie. إذا لا مانش هي واحد القسم فرنسي من جهة نورماندي. من جهة نورماندي، طبعا نورماندي معروفة هذه اللي كان تم فيها الإنزال عند التحضير للهجوم على النازيين. إذا لا مانش إت أن ديبارتومون فرونسي دو لا ريجيون نورماندي. نتكلم هنا على لا مانش بأن هي قسم من جهة نورماندي. إذا هنا نتكلم عن منطقة تسمى بيكاردي. إذا بيكاردي إت أون ريجيون دو نور دو لا فرونس سيتوندون دو نور دو لا بونليو باريزيان et des vignes de la Champagne aux plages de la baie de Somme au bord de la Manche. إذا كما نرى في الخريطة، إذا هذه تسمى بيكاردي. طبعا هذه الصفحة هذه ستهتم فقط بالأحداث التي طبعت 2019 في هذه المنطقة. إذا كما رأينا retour sur les deux événements qui ont marqué l'année 2019 en بيكاردي. طبعا هنا سنتطرق لأهم الأحداث المذكورة هنا وربما على فقرات حسب الوقت. إذا كما نرى هنا عندنا 2019 a été riche en actualité dans la région et particulièrement en conflits sociaux. En Picardie comme dans le reste de la France, les gilets jaunes ont occupé les ronds-points chaque samedi pendant des mois. Les annonces du gouvernement se sont succédées mais n'ont pas vraiment calmé la colère qui s'exprimait dans la rue, dans les espaces professionnels. Les grèves ont rythmé l'année, de nombreux corps de métier
avocats, policiers, surveillants, pénitenciers, cheminots, enseignants et d'autres encore. 2019 a été riche en actualités dans la région. يعني أن 2019 كان غنيا أون أكتواليتي، كان غنيا بالأخبار دون لا ريجيون في المنطقة. نتكلم على بيكاردي. 2019 أ إتي ريش أون أكتواليتي دون لا ريجيون، يعني أن 2019 كان غنيا بالأخبار في المنطقة. 2019 كان غنيا بالأحداث في المنطقة أو بالجهة. إي بارتيكوليارمون، وخاصة en conflits sociaux وخاصة في النزاعات الاجتماعية en Picardie في منطقة Picardie comme dans le reste de la France كما في باقي فرنسا les gilets jaunes ont occupé السترات الصفراء احتلت les ronds-points يعني أن احتلت دوارات كما نقول هنا ملتقى الطرق طبعا ملتقى الطرق تكون هناك تلك الدوارة في ملتقى الطرق تكون هناك دائرة كبيرة لتسهيل المرور إذن هذه تسمى لو غون بوان هنا طبعا غون بوان مقصود بها نقطة دائرة نقول عن شيء بأنه غون يعني أنه دائري بوان نقطة إذن كما نتكلم عن نقاط دائرية طبعا هنا المقصود بها ملتقى الطرق إذن طبعا هاد السترة الصفراء هاد الأشخاص الذين يلبسون سترة الصفراء أنهم كانوا يلتقون في ملتقى الطرق وكانوا يملؤون هاد النقاط إذن أون بيكاردي comme dans le reste de la France, et dans le Picardie, comme dans le Bac de France, les gilets jaunes. يعني أن السترة الصفراء, المقصود الأشخاص الذين يلبسون سترة الصفراء, ont occupé, يعني أنهم يحتلون, طبعا نتكلم هنا على الوضع occupé, ont occupé, يعني أنهم يحتلوا les ronds-points chaque samedi, يعني أنهم يحتلوا هذه النقاط الدائرية المقصود منطقة الطرقات chaque samedi, في كل سبتين, pendant des mois. لعدة شهور وهم يحتلون هاد المناطق في كل سبتين شاك ساندي بوندون دي موا لي زانونس دو غوفيرنومون تصريحات الحكومة لي زانونس دو غوفيرنومون سو سون سوكسيدي يعني انها تتابعت لو فيرب سوكسيدي يعني تابع هنا تنتكلموا على التصريحات بانها تتابعت لي زانونس دو غوفيرنومون سو سون سوكسيدي طبعا عندنا هنا لو فيرب سو سوكسيدي يعني تتابع اذا هاد التصريحات تتابعت لي زانونس دو غوفيرنومون سو سون سوكسيدي يعني تصريحات الحكومه تتابعت مي نون با فريمون كالمي لا كولير ولكنها لم تهدئ حقيقه الغضب يعني انها لم تهدئ حقيقه الغضب لانها لم تكن مقنعه لي زانونس دو غوفيرنومون سو سون سوكسيدي يعني أن تصريحات الحكومة تتابعت منهم با فريمون كالمي لا كولير ولكنها لم تهدئ حقيقة الغضب كي سيكسبريمي هاد الغضب الذي عبر عنه عندنا هنا لو فيرب سيكسبريمي لي زانونس دو غوفيرنومون سو سون سوكسيدي منهم با فريمون كالمي لا كولير كي سيكسبريمي دون لا ري اي دون ليسباس بروفيسيونيل تصريحات الحكومة لم تستطع تهدئة الغضب الذي عبر عنه في الطرقات كما في الفضاءات المهنية يعني أن الناس كانوا تخرجوا نهار السبت باش يتظاهروا إذا نتكلم هنا عن هذا الغضب يعبر عنه في الطريق ثم أنهم أثناء العمل ربما يضعون الشارات أو بعض الأمور الأخرى التي تعبر عن غضبهم إذا لي زانونس دو غوفيرنومون سو سون سوكسيدي مي نون با فريمون كالمي لا كولير كي سيكسبريمي dans la rue et dans l'espace professionnel. يعني أن هذا الغضب كان يعبر عنه في الطريق كما كان يعبر عنه في الفضاء المهني dans l'espace professionnel. نتكلم عن المعامل مثلا أو الأماكن التي يعمل بها هاد الأشخاص. إذا لا غريف en rythme l'année. لا غريف en rythme l'année dans nombre corps de métier. يعني أن الإضرابات كما نقول رتبت السنة نتكلم هنا عن لو ريتم لو ريتم يعني هو تنقولوا احنا الريتم لا غريف اون ريتمي طبعا لو ريتم هو الايقاع لو ريتم هو الايقاع مثلا الايقاع اللي تتمشي بين نبضات القلب او الايقاع مثلا ندير واحد الموسيقى هنا طبعا عندنا لو فيرب ريتمي ريتمي يعني انك تعطي ايقاعا اذا لا غريف اون ريتمي لاني
يعني ان هذه الاضرابات عطات واحد الايقاع للسنه، يعني ان هذه الاضرابات عطات واحد الايقاع للسنه، ماشي غير عطاته ايقاع، يعني رسمات عليه واحد الايقاع. كيفاش طبعته بهذا الايقاع؟ دو نومبرو كو دو ميتي، يعني انها طبعته بواحد الايقاع ديال مجموعه، كما لو نقول عندنا هنا كور ميتي، كما لو نتكلم عن اجسام حرف، ولكن المقصود بها حرف. العام عنده واحد الريتم في الاضرابات، يعني مثلا كل اسبوع، كل شهر، او كل 15 يوما تكون هناك اضراب، ولكن هذا الاضراب ما تيكونش من نفس الفئه، بل من فئات متعدده. هذا هو المقصود من الجمله هنا. اذا لا غاف اون ريتمي، يعني كما لو نقول بان الاضرابات ايقاعات، كما لو نقول يعني ان اعطت ايقاعا، كما لو نقول بان ايقاعات السنه، يعني اعطتها ايقاعا دو نومبرو كور دو ميتي، يعني ان جعلت السنه تاخذ ايقاعا بعده مهن، بعده مهن. مثلا افوكا بوليسي، يعني هناك محامون، ثم هناك شرطه، ثم هناك سورفيون بينيتونسي، سورفيون بينيتونسي، ثم هناك مشرفون على السجون، ثم هناك شومينو، نتكلم عن عمال السكك الحديديه، انسينيون، يعني معلمون ومدرسون، اي دوتر انكور، واخرون ايضا، اي دوتر انكور، واخرون ايضا، المقصود وغيرهم. ومع الحدث الاول الذي طبع طبعا هذه المنطقه في سنه 2019، اذا عندنا لا غران دي بومبي، لا غران دي بومبي، كلمه غران المقصود بها ميكونتونتمون اكسبريمي با ان غروب دو بيرسون. اذا نتكلم عن ميكونتونتمون، يعني عدم الرضا، اكسبريمي يعني معبر عنه، با ان غروب دو بيرسون، معبر عنه من مجموعه اشخاص، اذا يسمى لا غران، لا غران. نقول مثلا لا غران سانديكال، نقول مثلا لا غران سانديكال. اذا نتكلم عن لا غران كما نقول احتجاج، سانديكال يعني نقابي، بوبيلار شعبي. اذا نتكلم عن احتجاج نقابي او احتجاج شعبي، لا غران سانديكال او بيان لا غران بوبيلار. اذا نتكلم عن لا غران سانديكال او بيان لا غران بوبيلار. اذا كما لو نتكلم عن احتجاج نقابي او احتجاج شعبي، طبعا لا غران، ومنه كلمه لو غرونمون، لو غرونمون، طبعا تقريبا يشبه هذا المعنى، ياتي في معنى مقارب. احيانا تضغط على شخص مثلا ليقوم ببعض الامور، طبعا هو غير راضي عن هذا، فيقول كلمات، فيقول كلمات لا تكاد تسمعها، معبرا بها عن عدم رضاه. اذا هذه تسمى لو غرونمون. كما لو نتكلم عن شكل من الاحتجاج، كما لو نتكلم عن شكل من الاحتجاج، اذا الشخص يتكلم قليلا ليعبر عن عدم رضاه، اذا هذا الامر يسمى لو غرونمون. اذا ومنها فعل غروني، 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 لو فيرب غروني المقصود به بوسي سون كري، بوسي سون كري، كما لو نقول بانه يدفع صراخا المقصود بانه يصرخ، بوسي سون كري، كما لو نتكلم عن يدفع صرخه ولكن المقصود بانه يطلق صرخه، ولكن المقصود بها هنا يطلق صرخه، بوسي سون كري. اذا لو فيرب غروني ممكن انه يعني بوسي سون كري، يعني انه يطلق صرخه. ايضا لو فيرب غروني فودير اوسي مانيفيستي سون ميكونتونتمون par de sourdes protestations. Manifester son mécontentement, يعني أنه يظهر عدم رضاه par de sourdes. نقول عن شيء بأنه سور، أو في المؤنث نقول سورد، يعني أنه أصم أو صماء. نتكلم هنا عن شخص لا يسمع، هنا طبعا نتكلم عن البروتستاسيون نصفها بأنها سورد، يعني نتكلم عن احتجاجات صماء، كما نتكلم عن احتجاجات صماء. ما معنى هذا؟ طبعا كما قلنا مثلا انك تعطي امرا لشخص ما وهو غير راضي، طبعا فيبدا يتكلم بشكل لا تكاد تسمعه، اذا وكانه يحتج عليك ولكن هو لا يستطيع ان يظهر لك هذا الاحتجاج. اذا هذا الاحتجاج نسميه بانه احتجاج، كما نقول بانه اصم. اذا نتكلم هنا عن مانيفيستاسيون ميكونتونتمون بار دو سورد بروتيستاسيون، اذا نتكلم عن اظهر عدم رضاه باحتجاجات صماء لا تكاد تسمعها.
إذن هذا لو فيرب غروني. ثم نعود إلى لا غرون دي بومبيي. لا غرون كما قلنا ميكونتونتمون إكسبريمي باغ أن غروب دو بيرسون. إذن نتكلم عن عدم الرضا، هذا هو المهم. إذن لا غرون المقصود به عدم الرضا. إكسبريمي باغ أن غروب معبر عنه من طرف مجموعة أشخاص. إكسبريمي باغ أن غروب دو بيرسون معبر عنه من طرف مجموعة أشخاص. لا غرون، إذن عدم الرضا. عندنا هنا لا غرون دي بومبيي، يعني كما نقول عدم الرضا الإطفائيين. إذن لا غرون دي بومبيي، إذن نتكلم عن عدم الرضا الإطفائيين. إذن بمعنى آخر هذا عدم الرضا المعبر عنه بصوت ما، كما لو نتكلم عن هادير أو عن صراخ رجال الإطفاء. لي بومبيي أو رجال الإطفاء من جهتهم كما نقول، هنا عندنا لي بومبيي أو رجال الإطفاء هم المقصود رجال الإطفاء من جهتهم سون أون غريف. سون أون غريف يعني أنهم كانوا في إضراب. دوبوي 26 جوان منذ 26 شهر 6 لي بومبيي أو رجال الإطفاء هم المقصود رجال الإطفاء من جهتهم سون أون غريف يعني أنهم في إضراب. دوبوي 26 جوان منذ 26 شهر 6 دون توت لا فرانس في كل فرنسا أساه كنت يعني في هاد الجماعة كوم أيوغ كوم أيوغ كما في غيرها أسا كونتا كوم أيوغ في سا كونتا كما في غيرها سا كونتا اتون كوميون. إذن هاد سا كونتا هي واحد الجماعة فرانسيز فرنسية سيتوي يعني متموقعة دون لو ديبارتمون دو ليزن تقع في قسم منطقة تسمى ايزن اون ريجيون هو دو فرانس في جهة كما نقول هو دو فرانس. طبعا هذه المنطقة تسمى هكذا ولكن إن أردنا الترجمة كما نقول أعالي فرنسا. إذن تسمى سان كونتان. سان كونتان إذن نتحدث عن جماعة توجد بهذه المنطقة تسمى سان كونتان. إذن لي بومبي أو سون أون غريف دوبوي 26 جوان يعني منذ 26 جوان دون توت لا فرانس دون توت لا فرانس في كل فرنسا سان كونتان في هذه المنطقة كوم دايوغ كما في جهات أخرى أبخي سي موا بعد ستة أشهر دو موبيليزاسيون من التحرك لي غوفونديكاسيون نون با شونجي المطالب لم تتغير. إيل دوموند أون أميليوراسيون يعني أنها تطلب تحسينا دي كونديسيون دو ترافاي تحسينا في أجواء العمل. إيل دوموند يعني أنهم يطلبون أون أميليوراسيون يطلبون تحسينا دي كونديسيون تحسين شروط دو ترافاي شروط العمل. اون اوغمونطاسيون دي مويان ثم زياده في وسائل اي دي زيفيكتيف وزياده في عدد الموظفين. اي دينونس وتدين يعني انها ترفض. اي دينونس انها تدين وترفض لا هوس دي نومبر داغريسيون يعني انها ترفض وتدين ارتفاع عدد الهجمات يعني أنها تدين وترفض ازدياد في عدد الهجمات. لاغريسيون تجي من فعل اغريسي. اغريسي المقصود بها اتاكي تهاجم او تعتدي على. لي زاغريسيون المقصود بها الهجمات او الاعتداءات ومنها فعل اغريسي ومنها فعل اغريسي المقصود بها اتاكي. اذا كما قلنا اساكونتا كوم ايور في ساكونتا كما في غيرها ابخي سي موا دو موبيليزاسيون بعد ستة أشهر من الحركة ومن التحرك لي غوفونديكاسيون نون با شونجي المطالب لم تتغير. إيل دوموند يعني أنهم أصروا وبقوا يطلبون. إيل دوموند يعني أنهم يطلبون أون أميليوراسيون دي كونديسيون دو ترافاي يطلبون التحسين في شروط العمل. أون أوغمونطاسيون دي مويان ثم زيادة الموارد أو زيادة الوسائل إي دي زيفيكتيف ثم زيادة الأشخاص المقصود زيادة الموظفين يطلبون زيادة الموظفين حتى لا يبقى هناك ضغط على العمال وعلى المشتغلين أمام أعمال كبيرة. Il demande une amélioration des conditions de travail, une augmentation des moyens et des effectifs et dénonce la hausse du nombre d'agressions. إذن ثم أنهم ينددون بارتفاع عدد الهجمات. إذن كما يقول شخص on nous demande de prendre soin de la population mais on ne prend pas soin des pompiers.
On nous demande de prendre soin de la population, mais on ne prend pas soin des pompiers. يطلبون منا أن نعتني بالساكنة. On nous demande de prendre soin de la population. يطلبون منا أن نأخذ عناية بالساكنة. Mais on ne prend pas soin des pompiers. ولكن لا يأخذون عناية برجل الإطفاء. كما يقول جوليان لوفيفر. سابور بومبي رجل إطفاء الساكونتان بجماعة ساكونتان التي ذكرنا قبل قليل. نستكمل في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.